لا ماشي غياب، هو كما كتعرفي دابا انشغالات، كتعرفي ان احنا في موسم ديال الصيف، كاينين حفلات كاينين اعراس، يعني ما كاينش هذاك الوقت اللي غادي تاخذ اللي يعني اللي تقدري تكوني مساليه وتمشي تسجلي فيه، والاغنيه تتطلب واحد الوقت. بالنسبه لنا احنا كما كان دابا حاليا ما بقاش السيدي، ما بقى لا سيدي لا كاسيت، اللي كتشوفي انهم كاين خروج. دابا وليتي كاين اغنيه كاع كنحطوها في الانترنت وقليل اللي كيشوفها، هي ماشي ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله يكون كثير. الشتا جاي غيكون يعني في اي ميدان كتكون المنافسه، حيت لما كانش المنافسه ما كيكونش تميز. المنافسه هي اللي كتخليك انك تبحث على اغاني جديده، تبحث على الحان جديده، تبحث على اغاني اللي تعجب الناس. يعني كتكون ما تكونش زعما في الاول الصف الاول، تكون اكثر تميز على الناس اللي معاك في الدومين.